ما هو الشرط السادس من شروط الصلاة؟ نعم الشيخ. أخذ الزينة في الصلاة أفضل من ستر العورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. سدستان مسفرت باللتون مشفان نو يصلاة مسفرتوش اللهم بقرآنو نانتا يا آدم ليوش عورتاتشهون شفنو بي مسجدو لالله. العورات ثلاثة باللت سبال لصوصتي كفلا عورة مغلظة يعني نشدد فيها باللت ثلك باللت نبالن وعورة مخففة نخفف فيها على اللي على فرطة قلائي ببالال أستاترون قال اللي من نارك وعورة متوسطة مكاكلنيا فرطة قلائي ببالال السنم مكاكلنيا هنا من نازل العورة المغلظة كبدي على فرطة قلائي من لو عورة المرأة ياسيت باللت فرطة قلائي خرج بهذا الرجل سوية والسؤال طبعت الحرة خرج بهذا الأمل مملوكة سوية بياش بيوتا البالغة خرج بهذا الصغيرة التي لم تبلغ يبلغ لك ما دام يدرس سوية بيت تستر جميع البدن إلا وجهها إيه سو إيه جزيت باتك عليك النبي سوات باتك علي سوينة لتشفن أنت تقوطرت في تواسك وعند الأجانب تغطي حتى الوجه أجنبي كان جن في طعم هلا التشفني الجبات الثاني عورة مخففة هلا تناو ألا لي هنا حفرة جنا عورة الذكر يا ذكر بلد من 7 سنين إلى 10 سنين كسبة تامات استسرامت يهونوت يد عناتوش يستر الفرجين القبل والدبر النذي يسقر موتانا يشنت موتان بتشانجي للا نقري لبتن غير المغلظة والمخففة متوسطة وماذا قلت؟ غير المغلظة والمخففة العورة المتوسطة ما بقي كل متوسط تلكو هفرة قلا ناتنشو هفرة قلا مكاكل مكاكلن يرم الله من السرة إلى الركبة تقول باتو استنبرتو مع استحباب ستر العاتقين تكشون كما شفنوا قارا وأخذ كامل الزينة في الصلاة أتك عليهم ملا سونة كما شفنوا قارا